vos informo que estamos aquí esta tarde delante del Ayuntamiento de Terrassa para expresar nuestro descontento con la alcaldía de Terrassa, que ha invitado al alcalde de la ciudad de Tetuán a anunciar esta sospechosa colaboración entre el alcalde de Terrassa y el alcalde de la ciudad de Tetuán. Es una colaboración que no responde en absoluto a las necesidades de la comunidad marroquí de origen de Tetuán que reside en esta ciudad. المهم حنا اليوم امام البلديه ديال تراسا، لان كاين واحد اللقاء اللي دار من داخل البلديه بين رئيس المجلس البلدي ديال تطوان وبين ما يسمى بالجمعيات المدنيه. حنا اعتبرنا بان هي فرصه مناسبه باش يعني نوضعوا للكل، سواء المسؤولين ديال البلديه ديال تراسا ولا كذلك يعني الساكنه كذلك ديال تراسا، بان هذا المجلس هذا الرئيس المجلس البلدي ديال تطوان اللي هو يعني كيجتهد بزاف في السفر خارج ارض الوطن باش يدير علاقات كثيره، ما كيدير حتى زفته تما داخل تطوان. الحاله الاجتماعيه اللي كتعيشها مدينه تطوان هي حاله التي تدعو للقلق، وخير تعبير على ذلك هو المئات ديال الشباب والشابات اللي هما كيهاجروا وكيغامروا بحياتهم باش يقطعوا المضيق. حنا جينا اليوم كذلك باش يعني نكرموا الصوره ديال الحياه الطالبه اللي تم القتل ديالها في المضيق ديال جبل طارق، نكرموها لاننا نعتبر على انها فتاه كتعكس يعني كل الاحلام ديال الشباب داخل المغرب، هذه الاحلام اللي كيحاولوا يقتلوها. وبهذا الجانب هذا يعني حنا اليوم غادي نستمروا دائما في اننا كنقولوا بان حتى شي واحد من الرؤساء ديال المجالس البلديه اللي كيحاولوا اللي كيجيو هنايا انهم غير مرحب بهم، لانهم ما كيعيروا دون اهتمام للمشاكل الفعليه اللي كتعيشها الجاليه المهاجره اللي كاينه هنا في تراسا. وهذا رئيس المجلس البلدي ديال تطوان اللي هنايا في تراسا كاينه واحد الجاليه كبيره اللي هي من اصل ديال تطوان تدينه بشده.